عباس وراء المتراس يقظ منتبه حساس، منذ سنين الفتح يلمع سيفه ويلمع شاربه أيضا، منتظرا محتضنا دفه. بلع السارق ضفه، قلب عباس القرطاس، ضرب الأخماس لأسداس، بقي الضفه. لملم عباس ذخيرته والمتراس ومضى يصقل سيفه. عبر اللص إليه وحل ببيته، أصبح ضيفه. قدم عباس له القهوة ومضى يصقل سيفه. صرخت زوجته: عباس، ضيفك راودني عباس، أبناؤك قتلى عباس، قم أنقذني يا عباس. عباس اليقظ الحساس منتبه لم يسمع شيئا. صرخت زوجته: عباس، ضيفك راودني عباس، أبناؤك قتلى عباس، قم أنقذني يا عباس. عباس اليقظ الحساس منتبه لم يسمع شيئا. زوجته تغتاب الناس. صرخت زوجته: عباس، الضيف سيسرق ناجتنا. قلب عباس القرطاس، ضرب الأخماس لأسداس، أرسل برقية تهديد: فلمن تصقل سيفك يا عباس في وقت الشدة؟ اصقل سيفك يا عباس. عباس وراء المتراس، يقظ منتبه حساس، منذ سنين الفتح يلمع سيفه ويلمع شاربه أيضا، منتظرا محتضنا دفه. بلع السارق ضفه، قلب عباس القرطاس، ضرب الأخماس بأسداس، بقي الضفه. لملم عباس ذخيرته والمتراس ومضى يصقل سيفه. عبر اللص إليه وحل ببيته، أصبح ضيفه. قدم عباس له القهوة ومضى يصقل سيفه. صرخت زوجة عباس: ضيفك راودني عباس، قم أنقذني يا عباس، أبناؤك قتلى عباس. عباس عباس اليقظ الحساس منتبه لم يسمع شيئا. زوجته تغتاب الناس. صرخت زوجته: عباس، الضيف سيسرق نعجتنا. قلب عباس القرطاس، ضرب الأخماس بأسداس، أرسل برقية تهديد: فلمن تصقل سيفك يا عباس لوقت الشدة؟ إذن أصقل سيفك يا عباس.